في بداية تحياتي لحضرتك وشكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا. خليني أبدأ معاك بأن خطوة إيران بأنها تمنع مفتش الوكالة بالوصول إلى هذه المواقع تأتي في سياق الرد على الدول الغربية باتهامها بالعمل على تعكير أجواء التعاون ومنع الوكالة من ومنع الوكالة واستغلال مجلس الحكماء لخدمة أهدافها السياسية. نعم كل هذه يعني الإرهاصات تأتي في سياق رد جروسي على خطوة طهران منع المفتشين. أعتقد إيران دائما ما تبدي استعدادها للمفاوضات، لكن بشرط لا تمنعها هذه المفاوضات من امتلاك سلاح نووي في المستقبل، وهو يعني ما يعد مناورة مستمرة من قبل النظام الحاكم في إيران لكسب مزيد من الوقت والنفوذ. لكن هذه المرة مدير الوكالة الدولية رافائيل غروسي يهدد بعواقب شديدة أستاذ محمود. أعتقد أن هذه العواقب كما يعني تحدث عنها غروسي أنها هتمنع طهران من الحصول على التطمينات والتأكيدات التي كانت تريدها والتأييد التي كان يعني ينتظرها من المجتمع الدولي. كل هذا يعني سوف لن تحصل عليه طهران طالما أنها تماطل أو تستمر في المماطلة مع الوكالة. كل ما يجري هل له جوانب إيجابية أو سلبية بالنسبة للعودة إلى الاتفاق النووي السابق؟ هي مروحة، يعني العودة إلى الاتفاق أو العودة لطاولة التفاوض هي مروحة يروحها النظام الإيراني مع الدول الغربية. يعني هناك يعني اتفاقات فرعية، يعني الاتفاق الذي جرى بالأمس واليوم تمام في تبادل الأسرى مع إدارة صفقة بايدن تبادل والنظام السجناء. الإيراني. صفقة تبادل الأسرى والسجناء تمام تأتي إطار يعني اتفاق فرعي وغير الاتفاق الأساسي الذي هو محور الحديث ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران. هذه الصفقة ستكون مدخل للاتفاق النووي أو لتفاهمات نووية. لا أعتقد أن النظام الإيراني مروحته مع النظام الغربي تمام تأتي في الاتفاق الإيراني، تأتي في الاتفاق النووي، لكن هناك أعتقد في التوقيت الحالي إدارة أو نظام أو يعتبر أسلوب جديد في التفاوض مع النظام الإيراني، وهو ما اتبعته الإدارة الأمريكية في صفقة تبادل السجناء مع النظام. يعني هل تسعى إيران لكسب الوقت ولماذا؟ كسب الوقت يأتي في صالح يعني إيجاد نقاط أو أوراق سياسية جديدة يكسبها النظام الإيراني على نظيره الغربي. فالوقت مزيد من الوقت، معنى ذلك يعطي للنظام فرصة أكبر في تجميع قواها الداخلية والخارجية وتوظيفها بالقدر الذي يعطي له قوة وسلطة في التفاوض الوصول إلى مع السلاح النووي النظام. مثلا أستاذ محمود؟ السلاح النووي هو موضوع لا رجعة فيه أو أمر لا رجعة فيه بالنسبة للنظام الإيراني. فالتفاوض على فكرة عدم وجود سلاح نووي في إيران أمر مستحيل. فبالتالي عندما تتحدث الدول الغربية على فكرة أنها سوف تمنع النظام الإيراني من امتلاك سلاح نووي، نعم. فهذا يعني يعتبر لا دليل ولا 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 استناد له على الحقيقة. فبالتالي امتلاك السلاح النووي بالنسبة لإيران بالنسبة للنظام الإيراني هو أمر حتمي، وبالتالي كل هذه الخطوات تمهيدا لامتلاك السلاح النووي في المستقبل. أشكرك جزيل الشكر الباحث في العلاقات الدولية محمود أبو حوش على هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة من العاصمة المصرية القاهرة.